قلنا قبل الفاصل احنا عايزين نعرف رأس المال الاجتماعي ده اللي عرفنا مفرداته على المستوى الفردي أصحابي، لكن على المستوى المجتمع المؤسسات الحكومية والمؤسسات في المجتمع المدني اللي هي الجمعيات الخيرية والأفراد واللي ممكن يتطوعوا في مثل هذه المسائل. ده رأس المال الاجتماعي على مستوى المجتمع أو المحافظة اللي انت بتتكلم عنها، محافظة الإسماعيلية، وبعدين تأثيرها على أو جودة الرعاية الصحية. وعرفنا الرعاية الصحية منها الوعي ومنها الوقاية، الحاجات اللي هي الوقائية زي التطعيمات، ومنها العلاجات ومنها الأدوية. طيب إيه التأثير اللي انت درستيه وشفت لنا إيه في دراستك؟ لما بتتوفر شبكة العلاقات الاجتماعية الخدمة الطبية بتبقى أحسن. إزاي؟ يعني مثلا لما بتكون ليك شبكة علاقات اجتماعية داخل المستشفى أو في الإطار المحافظة اللي أنت عايش فيها، ده بيوفر لك الخدمة بشكل أسرع وأفضل. وضحي كمان. يعني مدى توفر أصدقاء جوه المستشفى بيخليك تاخد الخدمة بشكل أسهل أسرع. ده داخل المستشفى. أنا بتكلم بقى المستشفى نفسها مع سائر المؤسسات الموجودة في الدولة في الداخل. لما بتتعاون كافة المؤسسات الموجودة في الدولة عشان تقدم الخدمة بتظهر الخدمة بشكل أفضل. يعني لو وزارة الصحة نفس لوحدها مش هتعرف تدي الخدمة الصحية بشكل أفضل، لازم تتعاون معها مؤسسات الدولة الأخرى علشان نقدر. أضرب مثال واقعي بقرأه في الصحافة. تمام. مستشفى كبيرة معروفة، وبعدين حالة مرضية حصل لها وفاة، قرايب المتوفى عليه رحمة الله بيكسروا المستشفى. فهنا مدير المستشفى والطقم اللي بيشتغل في المستشفى لو عنده شبكة علاقات هيقدر يهدي الجو أمام قرايب المتوفى أو قرايب المريض. لو كان لسه ماتش بيهدي الجو معاه، يبقى في علاقة، يعرف حد من قرايب المريض وهد الجو، او واحد له علاقه مع النجده نلحق يا بوليس الحقنا امنا من التكسير ده، او لو حدث يعني حريق لا قدر الله المطاف الحقونا. فلو حدث ان في شبكه علاقات وكلهم متعاونين هنقدر نوقد المشكله دي بدري. صح؟ صح. تمام. يعني انا كده فاهم صح؟ تمام مظبوط. طيب وضحي كمان بقى على مستوى باقي الاعمال الطبيه، الصيدليه مثلا مع عندها دواء ناقص. لو بتتعاون مع صيدلات تانية هتقدر ان هي توفر العلاج ده بسرعه. اذا لازم الصيدلي يبقى فاتح علاقات مع سائر الصيادله. طيب. ويبقى في نوع من التواصل ما بين الجهات اللي معاها الدواء. طيب. وبرضو الجهات التي تصل الى الجهه التي تستخرج الدواء. مظبوط. تمام. طيب مشكله في عمليه جراحيه، مشكله في عمليه جراحيه مثلا، ما فيش جهاز مثلا، او ما فيش تخصص في المستشفى دي مثلا ان احنا نعمل العمليه دي، او الاجهزه مش متاحه مثلا ان احنا نعمل العمليه هنا، فهنوديه لمستشفى ثانيه. فلو ما فيش تواصل بين المستشفيات انا مش هعرف اعمل كده، لكن في تواصل خلاص هيحولوه بقى على مستشفى ثانيه يعمل العمليه دي مثلا. اذا ما فيش حل غير ان كل مستشفى يكون لها شبكة علاقات لخدمة المستشفى، والوحدة الصحية لازم يكون ليها شبكة علاقات اهلية ومؤسسية. يعني عشان لو دخل مريض وزي ما ضربنا المثال كده بمتعصب، لو ان في موظف او من الموظفين اللي موجودين في المستشفى يعرف حد من دول هيكون له اثر وتأثير في تهديد الاجواء. تمام. يقول له عشان خاطري، عشان خاطر فلان، انا هكلم ابوك، انا كده. يعني دخلنا في العلاقات الوديه ما بين الافراد وبرضه العلاقات المؤسسيه. يعني كانك بتقولي يا كل وحده صحيه اوعي تعيشي في جزر منفرده عن غيرك، يا كل صيدليه اوعي تعيشي في جزر منعزله عن غيرك، يا كل مؤسسه صحيه لازم يكون ليكي شبكه علاقات وتختاري الموظفين بتوعك. تفرحي لو موظفينك يعرفوا الاهالي ويعرفوا المرضى
بيساعدوهم. يعني لما المستشفى تبقى عارفه الاهالي اللي حوالين المنطقه ممكن تستعين، بس لما تيجي تعمل تطعيمات ما بتبقاش عارفه اماكن البيوت والناس اللي عندها اطفال مثلا عشان تطعيم مثلا ده الاطفال. لو هي عامله علاقات بالافراد المحيطه تستعين بحد من الافراد دي يروح يوصلها مثلا، لا البيت الفلاني ده فيه اطفال اقل من 5 سنين، لا لازم ياخدوا مثلا تطعيم شلل الاطفال، وهكذا يعني. وبالمثل طب عشان هيساعدوهم. وعشان نخدم اكتر، مش لازم يكون فيه يعني معلومات تتاح لكل مستشفى ولكل وحدة صحية طبعا للأفراد والناس اللي يعرفوا بعضهم؟ طبعا يبقى أنا عارف الأرقام اللي هتصل بيها، ونوع من العلاقات عشان أكونها أكتر يبقى في زيارات متبادلة ما بين المديرين المستشفيات وبعضهم، أو مكان يجمعهم في يعني أي منتدى علمي ممكن يتم بالتواصل ده يعرفوا بعض. ما هو يعرفوا بعض ازاي؟ ما هو لازم يبقى فيه سبب من اسباب لقائهم. صح تمام. دعيتي في رسالتك الى وجود علاقات عامه زي دي؟ التوصيات بتاعتي كانت كده.